دكتور، هو حضرتك تعبان ولا حاجة؟ شوية يا حنان، فاضل كام كشف بره؟ 5، بس لو حضرتك تعبان احنا لا ممكن. لا 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 لا، الناس اللي بره ملهمش ظهر. يلا شوفي مين عليها الدور الداخلي. تحب اعمل لك قهوة؟ يا ريت يا حنان. هعملها لك بإيدي والله، مش بإيد صلاح. هوا حنان، تحت أمرك يا دكتور. أخبار خطيبك إيه؟ الحمد لله، هي مزنقة مع حبتين بس هي ماشية خير. اللي ناقصكوا أنا هكمله، بس انتوا تنيلوا اتجوزوا. ربنا يخليك يا دكتور، احنا مش عارفين نقول لك ايه. ولا تشغلي بالك، انت عارفه انت زي تينا وسما، وانا يهمني اطمن عليك يا حنان. طب انا عايزه اطلب منك طلب، يعني انا ناقصني طقم الشوك والسكاكين. طيب حاضر ماشي. وكمان الغساله. ماشي حاضر. والبوتاجاز. ماشي يا حنان خلاص. واستلم الشقه. يلا يا ماما اروح اعمل القهوه. يلا.